أهلا بحضراتكم جميعا في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته 65. إن المركز الكاثوليكي المصري للسينما لا يكل ولا يمل في أن يعمل على تحقيق تلك المنظومة الإنسانية الخالدة التي تؤلف بين الجمال والحق والخير من خلال التنقيب عن الأخلاقيات الإنسانية السامية في الأفلام المصرية ممتزجة بعناصرها الفنية المتميزة. المؤسسة الدينية لكي تكون ناجحة وموجودة في المجتمع لا بد لها أن تشارك في صناعة الفن وفي صناعة الثقافة وفي إعلاء الفن والثقافة، لا أن تعاديه أو تخاصمه. شكرا لكم وتحيا مصر. نعرف أن ده رسالة حقيقية اللي احنا النهاردة كلنا محتاجينها في مصر، عشان فعلا مصر محتاجة هذا الفن، بدونه فعلا في حاجات كتيرة جدا هتنقصنا. لولا مكتبة المركز الكاثوليكي للسينما كنا هنفقد كتير من تاريخ السينما المصرية. أكتر حاجة عزيزة عليا في هذا الموضوع أن أنا اتربيت في مدارس الفرنسيسكان، وبالتالي هذا الزي الجميل اللي بنشوفه بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا جدا. لما كنت في المدرسة زمان، لما كنا بندخل الفصل كلنا كنا بنصلي صلاة واحدة، كنا بنقول مون ديو جو فوز ادور اي جو فوز ام دو تو مون كور، بمعنى ربي يعني انا بعبدك وانا بحبك من كل قلبي، بس ما كناش بنقول اكتر من كده. الطفل وهو صغير ليه يعرف هو يعرف انه مسلم، والولد اللي بيحبه جدا وصاحبه ده مسيحي، بس مش لازم يحس ان في فرق، لان احنا الاثنين بنعبد اله واحد. هل من الممكن لغايه سن معين يبقى حصه الدين ما يقوموش ولد يقولوا روح الناحيه دي وانت روح الناحيه دي؟ من قلبي، لان كل ما يصدر من القلب يصل الى القلب. انا بحيي المركز الكاثوليكي اللي دايما مهتم بالفن، واحنا عارفين دلوقتي ان الفن شيء مهم جدا في حياتنا، ومن الحاجات اللي تحارب التعصب، لان من خلاله نقدر نقدم كلمه حلوه، نقدر نقول معلومه جيده، وكمان عايزه اقول ان هم بيساهموا في حاجات اخرى كتير مش الفن بس. اشكر ان في حد بيفكر فيا، فرحت طبعا، ما ازعل، فرحانه ان هيكرموني وبيقولوا لي انك عملت حاجه وكده. يعني بالنسبه للجائزه فكرتني ببيت شعر قديم بيقول: قلت للشاعر والشاعر ذو سهم يطيش، أنت إن عشت تموت جوعا وإن مت تعيش. لكن احنا الحمد لله المركز الكاثوليكي راعى الحكاية دي وحققها لنا قبل ما تبقى ذكرى في التاريخ. يعني شكرا للمركز الكاثوليكي على نشاطه، وشكرا لحضراتكم بالحضور، وشكرا للسادة الفنانين الزملاء بالتكريم. أنا شبعت جوائز الجمال، لكن دي لها معنى تاني، له معنى الصداقة، معنى إن احنا لا يمكن ننسى بعض أبدا. يعني يمكن في تكريمات عديدة ظروفنا ما بتمكناش إن احنا نحضرها، لكن مثل هذا التكريم من مثل هذا المكان لا يمكن تفويته لعظيم تقديرنا واحترامنا للقيمة اللي بيمثلها. شكرا.